احيانا الزوجه بتشعر او نقول المراه يعني بتشعر بمشاعر مختلطه، يعني تحس حاجه وبعدين تحس ضدها. عاده برضو المراه متهمه بالمساله دي، انه مشاعرها دايما فيها لخبطه ودايما مش واضحه، ودايما مشاعرها ممكن انها تقودها للطريق، يعني هي ماشيه بمشاعرها. الحقيقه مع هذه المشاعر في زوجات في بعض الاحيان بيشعروا انه يعني الزوج بالنسبه لهم مكروه. لماذا اكرهك يا زوجي؟ هو ده الحقيقه الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده مع ضيفنا الدكتور احمد عماره، استشاري العلاقات الزوجيه، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الزوجيه. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. دكتور احمد، يعني انا الحقيقه عايزه ايه اللخبطه اللي بتحصل في المشاعر عند المراه؟ يعني دايما المراه متهمه بالمساله دي انها مشاعرها ملخبطه، ليه؟ هو مش اتهام، هو ينفع اتهم المراه ان شعرها اطول من الرجل؟ لا، هو هي صفة في المرأة، بس المشكلة عدم فهم الفايدة العظيمة من الـ من الـ من الصفة دي بيخلي حد يتهمها. ينفع مثلا اتهم الرجل ان هو بيطلع له دقن مثلا؟ هي صفة من صفات الرجل، ده ليه هتطلع او كده، وبالتالي هي صفة. الصفة دي بتعمل حاجة مفيدة جدا 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 ما حدش واخد باله منها، ان الانفعالات الشديدة دي ممكن تخلي الزوجة تعبانة ومتضايقة ومخنوقة. لما يبقى عندها بيبي اول ما يعيط تنسى كل الكلام ده وتنقلب بسرعه جدا وتروح له بمنتهى الحنيه وبمنتهى الحب معاه طول الليل وتنسى كل حاجه. يعني ليها فايده. تقلب المشاعر ده مهم جدا، ده مش عند الراجل. ممكن الراجل لو بيبي بيعيط يقوم طارد الست والولاد بره، او يقوم سايب هو نفسه، قايم سايب الاوضه وخارج، ان هو ما عندوش تقلب المشاعر دي. فربنا مودع الصفه دي في الست رائعه جدا، ممكن تلاقيها بتفوت بسرعه، تكره جدا جدا جدا، واقل حاجه تقوم ناسيه. فدي صفة رائعة، من الخطأ ان انا اشوفها حاجة سلبية. طيب ناخد اول مكالمة جات لنا، ندى من الفيوم. اهلا يا ندى. اهلا. اهلا وسهلا، اتفضلي. لو سمحت انا بشتكي ان اهلي جوزوني بدري قوي. عايزة تعلي الصوت. بتشتكي من ايه يا ندى؟ انا اهلي جوزوني يعني على 17 سنة. جوزوها بدري قوي. جوزوكي بدري قوي، تمام؟ ايوه، فمش عارفة اتعامل مع جوزي. هو عنده كام سنة؟ هو عنده 20. 20؟ اه. طيب كويس. ممكن اطلب منك طلب؟ ايوه. انتوا ساكنين فين؟ او منطقة ايه؟ احنا دلوقتي ساكنين في القاهرة. في القاهرة، طيب. بصي يا ندى، في مهم قوي دلوقتي، عشان بس لازم حتى كمان كل الناس تكون عارفة حاجة زي كده. في أماكن كتير في مصر وفي كل المحافظات بتعمل كورسات ازاي تعيشوا سعداء مع بعض في حياتكم الزوجية. شوفي أقرب حد حواليكي بيعمل حاجة زي كده، ولازم انتوا الاتنين تروحوا، لان ده هيديكوا خبره كتير قوي ازاي تخلي حياتكوا سعيده، يعني ازاي تكونوا مستمتعين ومبسوطين جدا، والحب كده بينكوا هو اللي يعني اللي بيغذي البيت وبيغذي العلاقه. لان احنا للاسف عندنا في مجتمعنا العربي، كنا بنتكلم على ده قبل الهوا، كنا بنتكلم مع بعض قبل الهوا. احنا عندنا في المجتمع العربي ما عدناش بنعلم. كان زمان يمكن الجيل القديم كانت الام بتربي ابنها ازاي يكون زوج، والام بتربي بنتها ازاي تكون زوجه، وازاي يعني كانوا بيشربوا الحاجات دي كلها بينهم. دلوقتي في زي انفصال كده ما بين الشباب والجيل الجديد مع الجيل القديم، واختلاف في الثقافات مع تطور العلوم والكلام ده. فاصبح الـ 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 الاب والام سايبين البنت وسايبين الابن يتعلموا من الحياه، فبالتالي ده بيعمل مشاكل كتير. وانا عايزه الحقيقه بس يعني برضو للاهل، يعني انه مساله انه بنت تتجوز في سن 17 سنه وشاب يتجوز في سن 20 سنه، يعني دول لسه في بدايه انهم يكونوا افكار ويكونوا مشاعر. يعني بلاش نحكم احيانا الحقيقه من كتر ما بنحب اولادنا بنحكم عليهم بالتعاسه عمرهم كله. هو خليني اقول لك حاجه، هو طبعا انا اعترض على السن ده، ولكن انا عشان بس ما اقولهاش كلام يحبطها. لا مش هي بنحبطها، هي بس انا بدي يعني في نقطة اشاره يعني للاهل. ايوه الـ 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 هو طالما ده حصل، لو انا تعاملت مع الموقف صح هعرف اعيش سعيد. لو تعاملت مع الموقف غلط وقلت بقى خلاص ده انا بابا جوزني وانا سني صغيره، يبقى هي كده بتحكم على حياتها الفتره الجايه بالتعاسه بسبب موقف حصل. لا بالعكس، هي تتعلم. انت بايديكي لو عرفتي بس الطريق الصح ممكن تعيشوا سعداء جدا جدا جدا، وصدقوني بجد
زي ما الواحد ما ينفعش يسوق عربيه لما يتعلم كويس او ياخد كورس فيها، لازم نعرف ازاي نقود اسرتنا ونقود حياتنا. بانك تسالي، في دورات بتعمل في كل مكان مفيده جدا 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 عشان المشاكل اللي بتحصل لناس تانية ما تحصلناش. دكتور احمد، الدورات دي يعني هو سؤال بره الموضوع، بس الدورات دي المفروض بتبقى للرجل والمراه يعني الاثنين مع بعض، ولا طرف فيهم بيروح؟ لا، هي المفروض تكون الاثنين. وعايز اقول هنا حتى كمان شرعيه، ان الراجل دلوقتي والست اللي ما ياخدوش كورس ازاي يعيشوا سعدة مع بعض، هما بيرتكبوا جرم ربنا هيحاسبهم عليه. لان اللي بيحصل اللي دايما بيجي لنا في الكورسات دي ستات بس، والراجل بيتكبر، او انا اسف طبعا عشان الرجاله ما يزعلوش مني، بيبقى فاكر انا يعني حتى كمان لما بتناقش معاهم في التليفون يقول لي انا هو انا هاجي اخد كورس اتعلم ازاي اتعامل مع مراتي؟ فهو ما يعرفش ايه اللي بيتعامل، وبالتالي بيحكم عليها من وجهه نظره، ومش مدرك ان دي مهمه جدا جدا جدا، ان في اختلافات جذريه ما بين الست والراجل بتعمل حرائق لو عرفوها البيت بيبقى جنه بمعنى الكلمه. طيب نرجع مره ثانيه حتى بقى. كمان ربنا قال في القران فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فعلماء النفس في العالم عاملين الاف الابحاث على الزوجات والازواج، وايه اللي بيعمل مشاكل، وايه المشاكل تتحل ازاي بسرعه، وازاي نعيش سعادة، وازاي يكون القلب بيدق بالحب كده كل سنه، وازاي كل سنه يبقى الحب احلى وامتع من السنه اللي قبلها. طيب على ذكر الحب بقى هرجع لموضوعنا تاني. وفي مقوله للشاعر فاروق جويده بيقول الحب كخيوط الحرير ما اسهل تفككها اذا اخترقها شيء. يعني الشاعر فاروق جويده انا بحبه، بس اختلف معاه. اختلف معاه لسبب. الحب علميا، الحب بجد لا ينشا الا من 6 شهور الى سنه جواز. كل اللي قبل كده ما اسموش حب. المده دي محدده علميا. دي محدده علميا. الحب الفعلي الحقيقي لا ينشا الا بعد 6 شهور معاشره في البيت من الزواج. من الزواج، من 6 شهور الى سنه بيبدا هنا الحب. قبل كده بيبقى اسمه عشق، اسمه لهفه، اسمه تعلق، اسمه اشتياق، لكن ما اسموش حب. بيعمل مشاعر جميله. ده ممكن اقول الحاجات دي كلها اللي بتسمى حب في الميديا والناس مش فاهمينها، ده ممكن اي حاجه تبوظها، اي موقف يزعل، اي موقف يخنق، اي موقف يعمل كور. عشان كده بيتجوزوا عن حب شديد قوي بعدين يطلقوا بعد سنه. ايوه، فده مش حب. ممكن اسميه بقى بيتجوزوا عن اشتياق شديد قوي، بيتجوزوا عن تعلق شديد قوي، ده اي موقف بيخليه يبوظ فعلا وينتهي. لكن الحب بجد اللي بينشا لما بيعرفوا ازاي يعيشوا مع بعض في حياه زوجيه سعيده، ده مستحيل لو جبنا سكينه تقطعه. معانا مين على التليفون؟ شيرين خطأتها. طيب هسأل حضرتك برضو عن مسألة انه احيانا الزوجة بتشعر يعني بمشاعر مختلفة تجاه الزوج. ساعة بتحس انها بتحبه، ساعة بتحس انها لا كرهاه، ساعة ده زي اخويا، ساعة ده يعني لا مش بثق فيه، ساعة يعني المشاعر البلخبطة دي او المختلطة دي اللي عند المرأة، هل ممكن انها تاثر على العلاقه الزوجيه، ولا المساله المفروض انها اكبر من كده؟ هي بتاثر تاثر جذري طبعا. بس انا هقول حل سحري يخلي الموضوع ما يحصلش نهائي. لو كل زوج وزوجه كده خدوا بالهم منه، باذن الله هيخلي حياتهم عمر ما يحصل بينها كره او اي مشكله. احنا تعودنا من صغرنا لما ابني يعمل حاجه بقول انا زعلان منك وانا مخاصمك وانا مش بحبك. هو عمل العمل ده سلبي، لكن هو ابني حبيبي، ليه زعلي من العمل او الفعل اسقطه على ابني؟ دايما بنقول فرق ما بين الفعل والفاعل. انا اكره الفعل اللي هو عمله، لكن هي مراتي حبيبتي. يعني ايه اللي هيحصل لو انا دخلت مثلا البيت مراتي عملت مصيبه بالنسبه لي، فقلت لها انا اللي انت عملتيه ده مجنني، انت مراتي حبيبتي، بس اللي انت عملتيه ده انا بكرهه ومش طايقه. ممكن لو سمحتي يا حبيبتي ما قعدتيش تعمليه تاني، انا بحبها لكن بكره ده. مره حتى اللي بنقوله في تربيه الاطفال. ايوه. مره انا هصب غضبي وكرهي للفعل مش للشخص. اللي بيحصل بقى ان احنا لما حد بيعمل حاجه غلط بنصب غضبنا عليه، فبيبدا في العقل الباطن بقى يتكون صوره من الكره او من الخنقه من الشخص اللي قدامي. وده المفروض لو احنا فهمناه ما ينفعش اساسا اكره انسان لا الفعل عمله ولا الفكر بينهجه ولا الدين بيدينه. أنا ممكن أكره اللي بيعمله لكن هو إنسان. يعني حتى على المستوى الديني أنا ليه بدعو حد لربنا عشان يدخل الجنة؟ لأني بحبه، فما أكرهش اللي بيعمله مهما عمل.
انا اسقط كرهي للعمل مش الشخص نفسه. لو الازواج اتدربوا على كده في البدايه ممكن يكون صعب طبعا، ممكن يقول لي ده ازاي بتقول الكلام ده، دي حاجه صعبه قوي، انا بكون متنرفز. هقول له طبعا لانك اتربيت من صغرك على كده. مره في مره في مره لما تفصل ما بين الفعل والفاعل عمرك مهما حصل من الطرف الثاني ما هتكرهه. تمام. طيب اسمح لنا نشوف تقرير في اراء الناس على مساله الكره والحب دي اللي بتتلخبط او بتلخبط الدنيا، ونرجع نكمل كلام. اول سبب يعني يخلي الزوجه تقول للزوج ان انا بكرهك، يعني اولا هو ما بيراعيهاش خالص، ثانيا ما بيحسش بمشاعرها ناحيه. هو مثلا يخونها، الخيانه دي بتوجع، يعني ان هو ممكن يكذب عليا في حاجات مثلا، او ان هو يبقى بخيل، او ان هو مثلا يقول ان الست ملهاش لازمه. الخيانه والكذب والإهانة، ان هو مثلا يكون بيخونها، بيعملها يعني بشكل مش كويس، او بيضربها، او حتى ممكن يتعدى عليها لفظين. ان هو يفهمك في تصرف غلط، وان الخيانة، ان ممكن يكون هو بيستهون بمشاعرها وقت الغضب، ان هو ما يحترمش دورها في المجتمع. احنا نفكر احنا ازاي نقول للزوج او للشاب او للبنت ازاي احنا نحب الشخص دوت، او ازاي نفكر فيه. سوء المعاملة، واحيانا برضو الخيانة دي بتوجع الواحدة برضو قوي، يعني عدم الثقة بين الزوجين، الخيانة، العنف. احنا التقرير الحقيقه كان كله اراء ستات، فاحنا معانا استاذ قطب من الفيوم نسمع راي الراجل. اهلا وسهلا. الو. ايوه فندم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. والنبي ممكن اسال الدكتور بس، في واحده اتصلت دلوقتي اسمها ندى من الفيوم. ايوه. بتتكلم بتقول ان انا بقالي 17 سنه فمش سعيده في الحياه الزوجيه. طب انا متجوز واحد مراتي عندها 14 سنه ونص، وبقالنا 30 سنه لحد النهارده، مش عايز اقول لك السعاده اللي احنا فيها ايه. طب اوعى تتحسد بس امسك الخشب. فعايز اعلق على الحته دي بالذات، يعني الدكتور بيقول المشاعر وياخد كرسي وبتاع، احنا لا خدنا كرسي ولا خدنا اي شيء. طيب والله العظيم انت راجل عسل. تمام. هو زي ما قلنا الموضوع العلاقه بين الزوجين المفروض في فطرة الإنسان السوية يعرف إزاي يتعامل مع الأنثى والأنثى إزاي يتعامل مع الراجل، ولكن بسبب اللخبطة اللي حصلت في التربية وفي التعليم وفي الميديا والكلام ده في مشاكل كتير حصلت. وعايز أقوله حاجة مهمة بقى، هو دلوقتي عايش سعيد مع مراته ومبسوط، لو أخذ بأمر ربنا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وراح شاف الحاجات دي في الكورسات بتعمل إيه، صدقني الحب اللي بينك وبين مراتك هيبقى عشرات الأضعاف من اللي أنت فيه. احنا بنتكلم دايما، يعني لو جينا نشوف الناس هنلاقي في ناس ماشيه بالفطره لوحدها حياتهم سعيده، والغالبيه من الناس حياتهم فيها مشاكل. فانا لما بنقول المفروض يا جماعه الناس قبل ما يخدم على الحياه الزوجيه يتعلم، احنا بنتكلم على الغالبيه. انت طبعا ربنا يحميك يا رب ويحمي لك زوجتك. السن مش هو اللي بيحكم السعاده، هو المعامله والاخلاق. وبالتالي طول ما انت بتراعي ربنا فيها وهي بتراعي ربنا فيك لوحدكم هتعملوا حاجات صح، ولكن في اساليب علميه بقى بتفجر اكتر الحب بين الازواج. وهو احنا يعني بنتكلم على الاساليب العلميه دي للناس اللي عندها مشاكل، يعني أيوة. يعني في ناس زي ما حضرتك قلت اللي هو بعد 6 شهور هو خلاص في منتهى السعاده وفي منتهى الحب مع زوجته وخلاص الدنيا، لكن في ناس للاسف ما بيحصلش كده. يعني مثال، انا ممكن اتعلم سواقه العربيه لوحدي خلاص، لكن لو انا رحت خدت كورس بستفيد حاجات كتير جدا. ممكن اتعلم الكمبيوتر لوحدي، لو رحت اخدت كورس في الكمبيوتر بكتشف حاجات كتير ممكن ابقى انا بعملها بصعوبه تتعمل اسهل بكتير، وهكذا. هي الحياه كده. الطالب اللي بيذاكر مثلا وبيطلع الاول، انت عارفه ان ساعات بيحضر عندنا مثلا طلاب طالعين من الاوائل بييجوا ياخدوا الكورسات. انا مره طالب عندي عيط قال لي انا بقالي سنين بحارب وبطلع الاول، لو انا اعرف المعلومات دي كنت طلعت الاول وحاطط رجلي على رجلي. تمام. فهي معلومات نفسيه بتبقى مهمه قوي
يعني وهو ده احنا بنعمله. يعني انا عايزه اقول برضو ان احنا ده احنا حاجه بنعملها من خلال برنامجنا زينة، ان احنا بندي المعلومات، يعني مش في شكل كورس انما في شكل برنامج بشكل بسيط ان شاء الله، يعني يوصل للناس بسهوله يا رب. يا دكتور، دكتور احمد عماره استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الزوجيه، شرفتنا وان شاء الله لينا لقاء بحضرتك يوم السبت الجاي ان شاء الله.